لمزيد من المعلومات حول مشروع طيران الفضاء المأهول الصيني ينضم إلينا الآن السيد جو شالونغ المحلل السياسي في وكالة شينهوا للأنباء. أهلا وسهلا. أولا هل يمكنك أن تفسر لنا المغزى من مهمة المختبر الفضائي تيانغونغ رقم 2 والمركبة الفضائية شينجو 11 بالنسبة إلى مشروع طيران الفضاء المأهول الصيني؟ نعم، في أكتوبر السابق تم تحقق الالتحام الناجح بين المركبة شينجو 11 والمختبر الفضائي تيانغونغ 2. وبعد نجاح هذه المهمة ممكن نقول أن الصين الآن تكون في نهاية المرحلة الثانية من استراتيجية الفضاء المأهول التي بدأت الصين في تنفيذها منذ عام 1992. وطبعا هذا الالتحام ليس الأول من نوعه. بالفعل في عام 2012 تم الالتحام الناجح بين المختبر الفضائي تيانغونغ 1 وبين مركبة شينجو 9 الفضائية، ثم في عام 2013 تم الالتحام الناجح بين هذا المختبر تيانغونغ 1 ومركبة مركبة شينجو 10 الفضائية. ولكن هذه المرة هذا الالتحام لا يزال له أهمية كبيرة، يعني ساهم في زيادة خبرات الصين في هذا المجال واختبر التكنولوجيا الصينية في هذا الأمر، فهذا مهم جدا. وخاصة يعني بالنسبة إلى شينجو 11 نجحت أو حققت لأول مرة البقاء متوسط المدى لرواد الصينيين في الفضاء، لأن في السابق كان البقاء الأطول لرواد الصينيين هو 15 يوما، ولكن هذه المرة 30 يوما، يعني بقاء لمدة 30 يوما على المدار في الفضاء. فهذا أرسى أساسا مهما وكبيرا لبناء محطة الفضاء الصينية في المستقبل، لأن في المستقبل ربما بالنسبة للرواد سيبقون لمدة 6 أشهر مستمرة في الفضاء، فهذه المرة التجربة مهمة جدا. وبالنسبة إلى ذلك قام رائدين صينيين بإجراء سلسلة من التجارب أثناء بقاء شينجو 11 في الفضاء. مثلا تدوم هذه التجارب زراعة الخضروات وتربية دودة الحرير، وخاصة زراعة الخضروات هذا مهم لأن في المستقبل نريد استكشاف الفضاء بخطوة أكبر فأكبر، فنحتاج إلى إمدادات غذائية، فهذه المرة التجربة مهمة. إلى ذلك قام رائدين بإصلاح الأجهزة في الفضاء. وإلى ذلك الصين حققت أيضا لأول مرة الفحص الطبي لحالة الرائدين، هذا أول مرة أيضا، لأن هذا يعني كان بإمكان العاملين في الأرض مراقبة الأحوال الصحية للرائدين في الفضاء، وهذا يقدم ضمانا طبيا قويا لصحة الرواد الصينيين في المستقبل. ذكرت قبل قليل أن هذه المهمة مهمة جدا ويعتبر وتعتبر مهمة خطوة هامة في بالنسبة إلى مشروع طيران الفضاء المأهول الصيني، فما هو أو ما هي الخطوة التالية؟ ما هو الخطوة القادمة لبرنامج الفضاء المأهول الصيني؟ وبالنسبة إلى هذا البرنامج في العام في إبريل من عام القادم الصين ستدرك سفينة تيانجو 1 للبضائع. هذه السفينة تعتبر الأول من نوعه للبضائع بالنسبة إلى الصين، ثم يتحقق الالتحام بين هذه السفينة وبين المختبر الفضائي تيانغونغ 2. وبعد انتهاء هذه المهمة ممكن نقول أن الصين ستنتهي من المرحلة الثانية، يعني ثم ستدخل المرحلة الثالثة من استراتيجية الفضاء المأهول. فالصين في المرحلة الثالثة والأخيرة ستقوم ببناء محطة الفضاء رسميا. فبالنسبة إلى هذه المحطة في عام 2018 من المتوقع أن الصين تدرك كبسولة رئيسية، لأن في البداية هذه المحطة تتكون من 3 وحدات رئيسية وخاصة الكبسولة الرئيسية، فسيتم إطلاق هذه الكبسولة في عام 2018، ثم سيتم إطلاق مختبرين
فضائيين إلى الفضاء لبناء محطة الفضاء، وبعد ذلك الصين سترسل مركبة فضائية مهولة من أسرة شنجو لتلتحم بالكبسولة الرئيسية. فبحلول عام 2020 الصين ستنتهي من بناء محطة الفضاء، وبحلول عام 2024 تقريبا ربما هذه المحطة هي الوحيدة للإنسان في الفضاء بعد انتهاء مدة خدمات المحطة الفضائية الدولية. وبذلك الصين ستصبح الدولة الثانية بعد روسيا التي تنجح في بناء محطة فضاء بشكل مستقل. هذا يعني بالنسبة إلى الفضاء المهول، ولكن بالنسبة إلى برنامج الفضاء الصين ليس المهول فقط. في العام القادم الصين ستدرك كبسولة تشانغ 5 لاستكشاف القمر، ثم في عام 2018 ربما الصين ستدرك كبسولة مسبار تشانغ 4 إلى القمر. وسيقوم هذا المسبار يعني سيقوم بهبوط عند ظهر القمر. هذا لأول مرة للإنسان، لأن أمريكا كان مسبارها يهبط عند واجهة القمر، ولكن لم يقوم الإنسان بهبوط يعني تحقيق الهبوط الناجحة للمسبار عند ظهر القمر. حتى اليوم لا نزال نعرف قليلا جدا حول ظهر القمر لأن الظروف هناك مختلفة، فهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلى الصين. وبالنسبة إلى استكشاف القمر، الصين ستقوم باستكشاف المريخ أيضا يعني في عام 2020. ربما الصين ستدرك مسبارا لاستكشاف المريخ. فهذه الأمور تدل على أن الصين لديها خطة طموحة جدا لاستكشاف الفضاء. السيد جو شالونغ المحلل السياسي من وكالة شينخوا، شكرا جزيلا لك.